قريت اللي ديانج هرب وانا صدقت الكلام اللي اتقال، لقيته النهارده في القايمه وبيلعب كمان. ازاي يا كابتن؟ هرب امتى ورجع امتى ولعب امتى واتمرن امتى؟ النهارده في خطا اداري واضح قولا واحدا، خطا اداري واضح. الهدف الاول خطا اداري واضح، الهدف الثاني هدف قولا واحدا. يعني لا يعني اي واحد بيكتب او اي واحد يعني بيسمع حاجه وعايز يضرب في شخص ولا يضرب في مؤسسه ولا يضرب في نادي هو حر. يعني لو هو ده قابله على ضميره وقابله على شخصيته وهو بيبص في مرايته فبيحترم ذاته وشخصه، يعني خلاص دي بتاعته يعني. لكن انا ما بزعلش من الكلام ده خالص، ومش عايز اقول ما فيش تاثير عليه، لكن خلاص انت عايش في اجواء لابد ان انت تبقى متوقع في بين اللحظه والثانيه حاجه هتتعرض عليك او حاجه هتتعرض ليها، فلازم تكون ثابت. يعني هو ينفع ديانج يجي من السفر ويلعب ازاي؟ مش المفروض هرب ما نجيش؟ انا بقول لك يعني هو اي حاجه حتى لو النهارده يعني حصلت حاجه مثلا في مطار تركيا محدش يعرف مثلا اوكي هو جه من باماكو لاسطنبول ومن اسطنبول على مصر يعني. لو المعلومه دي مثلا اتعرفت ولا حاجه كان قال لك ده خلاص ده سافر على تركيا. يعني زي ما قلت لك يعني ما فيش مشكله خالص طالما انت راجل في الشغل العام، يعني لازم تتحلى بالصبر زي ما بيقولوا، اتنين ان يبقى عندك ثبات في المدح او الذم. يعني